صباح الخير، معاكم كابتن علاء. هنتمرن النهارده علشان الكور، والكور زي اهميته اللي احنا لازم نمرن الكور كويس عشان الكور نتمرن كويس، نعرف نشيل في الابر بادي ونمرنه كويس، ونعرف نمرن اللور بادي كويس جدا. هنتمرن اول تمرين النهارده هنلعب كرانشز بس بالويت. هناخد الدمبل كده على صدرنا، هنرفع الرجل، هنطلع 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تاني تمرين هنتمرنها النهارده هنلعب سايد بلانك بس بريدج، رجلينا هتتقفل على بعض. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هناخد الجنب التاني، One, two, three, four, five. هنركز ان رجلين من تحت تبقى مقفولة. 6 7 8 9 10. هنلعب تالت تمرينة معانا النهاردة، هنلعب بالدمبل سايد باند علشان نجيب لاوت سايد اوبليك. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. اخر تمرينه معانا النهارده هنعمل استرتشات لللور بادي، هنعمل كوبرا استرتش، هننام على بطننا عادي جدا وايدينا تتقفل كده. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. شكرا جدا، يا رب تكونوا استفدتوا معانا، واستنوني ان شاء الله في الحلقه الجايه.